الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا وحبيبنا محمد الوسيلة والفضيلة درجة رفيعة من الجنة وبعث الله مقام محمد الذي وعدته.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك يا محمد الله وبركاته السلام علينا ومحمد الصالحين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مرحبتي. لا إله إلا الله.
أبو عبد الله الدكتور عايض قرني، أنا أعرف يا دكتور حديث النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ومن لا يرحم لا يرحم، سؤالي في بالي بكفالتي للأيتام، هل ممكن الله يرحمني ويدخلني الجنة؟ نعم، من أعظم الرحمات رحمة اليتيم، ومصداق لقول صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الله، يرحم الله من كفى اليتيم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الصحيح أنا وكافى اليتيم كهاتين في الجنة. اللهم صل على صلى الله عليه وسلم. شيخنا جمعية عروة الخيرية عندهم مشروع ويتمنون الجميع يشارك فيه حتى يكتمل، 250 ريال سهم الفرد، وعن والدينك ب 500 ريال، وعن أسرتك ب 750 ريال بس، وكفالة المتر المربع ب 2000 ريال. وش رأيك يا دكتور؟ هي رحمة. والله رحمة، وأنا أدعو لذلك، لكن أقول لما لا تقول لما تقولون ما لا تفعلون؟ أنا أبدأ وأتبرع ثم أدعو الإخوة يبدون بذلك، والله يتقبل منا ومنهم. الله يكتب أجرك جميعا. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا التحويل. نعم. بعدين جمعية خيرية. نعم. بعدين لو تكتب فوق عروة بالألف المقصورة. طيب توصل مباشرة عروة. أيوة، طلعت جمعية عروة الخيرية اللي هي أول وحدة. أول وحدة. نعم. طيب ثم بعدها أيقونة الوقف الخيري، ثم بعدها الاتجاه للرصيد البنكي. استعمل كود BD1 واحصل على خصم إضافي عند شرائك من متاجر شركاء برنامج زد رصيدك. مع قطرة خير توصيل المياه إلى مساجد مكة المكرمة صار أسهل، اطلب الآن واترك الباقي علينا. لتدخل السحب على 6 جوالات آيفون 15، الموضوع سهل، تابع حساب شركة رمز الاختيار للسيارات، وكل يوم أربعاء موعدنا مع السحب. رمز الاختيار للسيارات، خيارك المفضل. التوفير هالهلالة بتخفيضات كبرى من السيف جاليري وخصومات مغرية من 30% حتى 70% في جميع الفروع والمتجر الإلكتروني. السيف جاليري، حياكم. أفخر الطيب، سعر وجودة. مرشات أفخر للملابس ومثبت للبخور والعطور. دهن براشين بيور صافي. تايجر للمناسبات. دهن تراد بيور صافي. مسك أفخر المميز للجسم، رقائق فيتنامي طبيعي، وغيرها من المنتجات المميزة تجدونها في متجر أفخر الطيب. وللحصول على خصم إضافي استخدم كود BD1. توصيل مجاني لطلبك الأول من مرسول، استخدم كود BD1. شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية، ومتخصصون في قضايا التحكيم.
يعيد الكرة. برشلونة قاعد مدرب كبير يا المهم يا الربع، يوم من الايام كنت كاشت الحال في شمال حال، ولا ولقى لكم نوري من بيت اثاري ابو فانوس، كل ما قربت منه يبعد اقرب يبعد اقرب يبعد، لين لقيت نفسي في نقطه الرياض، ولا خذ لك الثانيه. يوم من الايام قاعد في البيت طفشان ما اعرف ايش اسوي، قلت بمسك خط القصيم برجول بطلق رجول من الرياض لين القصيم بساعه، ومن القصيم لين حايل ب 45 دقيقه. قلت خلاص برجع البيت، ومن الحايل لين الرياض بساعه. مية اسلم لي يا عيال. بالله اسمع السالفه ذي توني متذكرها. بالله يا عيال الله يحييكم على المواجهه. والله يبقيك لحام، والله ان اللحم انه العتيق. ما نسيتك، جايب لك هشاب معي. سم سم يا الغليمه سم هشاب صح بدنك. مع مشاغل الحياه ودنا نعطي وقتنا قيمه. خاتم التسبيح الذكي من كارديال يساعدك على الذكر والتسبيح اليومي ويذكرك بأوقات الصلاة، والأجمل إنه مربوط بتطبيق خاص فيه، تقدر تحدد فيه نوع الذكر وعدده واتجاه القبلة وأشياء كثيرة. خاتم مريح وعملي وضد الماء، ويدوم شحنه ل15 يوم، متوفر بثلاث مقاسات وعدة ألوان. هدية مميزة وأجرها مستمر. استعمل كود BD1 واحصل على خصم إضافي عند شرائك من متاجر شركاء برنامج زد رصيدك. يا وجد عيني وجود اللي في قد غالي، ولا يتيم في قد من بعد ابوه امه. ربع جمعية عروة وقف الرحماء، كم يتيم كم مريض كم محتاج، كم وكم وكم يحتاجون وقفة مني ومنك ومن أي شخص في هالحياة، وأنا أول واحد أو من الأوائل المتبرعين لهذه الجمعية بسهم. تكفون تكفون، لا تنسون أخوانكم. حيكم حيكم، اسمع أبو بسمة وش كتب في البريق الذكي من كاميكسا. فنان كيف الذي أنتج إبريق مطور ولا تفكر، كمكسة تجمع في ذا المنتج شاهي وكرب تقدروا أكثر. الشاب صح بدن. مرحبا، خليك معي دقيقة الله يعينك. احنا الآن على شارع تجاري هنا. طيب إذا قلت لك على الشارع التجاري هذا، بعطيك قطعة أرضية بمبلغ بسيط جدا، والقطعة هذه أنا أبني لك فيها مشروع ناجح 100%. تتردد؟ لا، بتساهم ولو ب20 ريال وتقول يلا بشوف المشروع هذا. طيب إذا قلت لك إن المشروع هذا مو دنيوي، مشروع للآخرة ومشروع ديني، تعالوا معي خلوني معي. احنا الآن أمام جمعية عروة
وقف الرحماء في الأرضية. الأرضية طبعا بتكون هنا. وقف الرحماء كلنا نعرف وين يصرف ريعه، على الأرامل والمطلقات والمساكين والطلاب والفقراء واللي تفريج الكربة. أضف عليها أنه يندرج تحته أو مضاف إليه التشجير. التشجير يندرج تحت التشجير عدة أشياء، من ضمنها اللي هو لو مر أحد واستظل في ظل هذه الشجرة اللي أنت ساهمت فيها، يكون في يوم الحساب بعد أمر الله سبحانه يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأضف أيضا أن بعض الحيوانات أعزكم الله ما تشرب الماء، فتأخذ الماء من أوراق الشجر فينطبق ويندرج عليها اللي هو في كل كبد رطبة أجر. تعالوا معي خلوني أوريكم الأسهم عندنا. الأسهم مثل ما أنتم شايفين، سهم الراحم 250، سهم الراحم ووالديه 500، سهم الراحم وأسرته 750، سهم اللي هو كفالة متر واحد 2000 ريال، سهم الراحمون 20,000، كفالة شقة كاملة 200,000 ريال. طيب أنت لا تتقيد تتمسك بالأسهم، تقول ممكن ما معي، لا تتقيد بما تجود به نفسك من عسرك ليسرك. وإذا كان معك أكثر من سهم الشقة ساهم، لا تتبع نفسك، فالنفس أمارة بالسوء ولا يغويك إبليس. طريقة التحويل سهلة جدا، تعالوا معي خلوني أوريكم إياها. تدخل على تطبيق الراجحي التحويل لجمعية خيرية، اكتب في البحث جمعية عروة بالألف المقصورة، ومن ثم اختر حساب الوقف الخيري بما تجود به نفسك. الصدقة برهان، فبرهن بإيمانك. الله يوفقنا وإياكم يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وارحبوا ترحيب المطر والسيل. اليوم الفقرة عندنا بعد الظهر غير، لأن عندنا شعراء وأصروا إلا أنهم يلعبون محاورة ويشاركونا بأبياتهم الجزلة، فنترككم مع هذه المحاورة البسيطة المختصرة بين الشاعر فيصل الفريني الغامدي والشاعر غرمان العمري. تفضل يا شعر. احنا ترى اللي صرينا عليهم يشاركوا. يسلموا. يا لا 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 يا لا 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 سلامي على من وحد الدار توحيد. وعز الوطن بالدين ويضال قيادة. عسى الله يرحم حاكم طواف البيت. يا سلام يا سلام. هو اللي شهر سيفه ووحد بلاده. هو اللي شهر سيفه ووحد بلاده. عسى الله يرحم حاكم يا طوي البيت. هو اللي شهر سيفه الله هي رحم حاكم يا طوي
خلوها. وهذا وطننا عايش بخير وسعيد. وحكامنا لسعود ورسا وعمادة. وحكامنا لسعود عزة وعمادة. وهذا وطننا عايش بخير وسعيد. وحكامنا لسعود رمزة وعمادة. نصونا الوطن ونرد حمرا العباريد. نصونا الوطن ونرد حمرا العباريد. ونظفر بهم نصر ولا شهادة. عاشت بلادي بلاد العز والهيبة. وملوكنا ما لحقهم شك وريبة. صادق ولنا مع الدولة نبهيبة. والله يعز الوطن ويعز حكامة. عاشت بلادي بلاد العز والهيبة. وملوكنا ما لحقهم شك وريبة. صادق ولنا مع الدولة نبهيبة. والله يعز الوطن ويعز حكامة. والله يعز الوطن ويعز حكامة. الله يبيض وجهك. والله يعز الوطن ويعز حكامه. والله يعز الوطن ويعز حكامه. والله يعز الوطن ويعز حكامه. الله يبيض وجهكم جميعا الشعراء والصفوف ولا همتم. وبيض الله وجهكم على هذه الفقره الجميله. الحقيقه كلكم ممتازين بس كان معنا واحد في الصفوف حاس علينا. اشك انه كان يشتغل خبار. عارف نفسه وعارف نفسه وتخيل. اجعلني العموم بكره ان شاء الله انتظرونا على موعدنا ان شاء الله. بكره عندنا حصه الشيبان ما يبغونها. عندنا بكره الرياضه. يا صباح الخير يا بلادي يا بلادي يا سعودية. يا صباح الخير يا بلادي يا بلادي يا سعودية. يا صباح الخير يا بلادي يا بلادي يا. بكره ان شاء الله رياضه. نلتقيكم غدا في نفس الموعد. نترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. شاشة بدأ